بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية. النهاردة حلقة جديدة من حلقات دروسنا في علم النفس، وهنكمل الدرس اللي كنا بدأناه مع بعض في الحلقة اللي فاتت اللي هو نظريات التعلم. عرفنا في الحلقة اللي فاتت إن في أول وأقدم وأوسع نظرية ظهرت في تفسير التعلم تنسب إلى اللي قدم فيها نوع من التعلم يسمى بالتعلم الشرط الكلاسيكي. هنحاول نسترجع اللي احنا قلناه مع بعض في الحصة من خلال مجموعة من الأسئلة. يلا حضر ورقة وقلم واكتب معايا. أول سؤال معايا بيقول: نجح مورجان في تجنب عملية التبول لا إرادي لدى الأطفال حيث استخدم ملف كهربائي صغير موضوع تحت قطعة قماش سميكة توضع تحت مكان نوم الطفل، وهذا الجهاز متصل بجرس، وعندما يبدأ الطفل في التبول يدق الجرس، وحينئذ يستيقظ الطفل ليستكمل عملية التبول بالمضحاض. هذا الموقف بيتفق مع أحد أصحاب نظرية التعلم، وهو طبعا أكيد العالم الروسي بافلوف اللي قدم التعلم الشرطي. طب نركز بقى مع بعض، انا جايب المثال ده ليه. طبعا عاوز افكرك ان بافلوف قدم 5 مفاهيم: مصير طبيعي، استجابة طبيعية، مصير محايد، ما فيش استجابة طبيعية، مصير شرطي، في استجابة شرطية. طب ايه هو المصير الطبيعي؟ هو المصير اللي بتنشأ عنه الاستجابة الطبيعية، ان الولد يكون عاوز يخرج التبول بتاعه فبيذهب يتبول بالمرحاض، ده مصير طبيعي، دي استجابة طبيعية. طب أنا عندي الولد هنا بقى بيتبول بس بيتبول لا إراديا، تبقى دي استجابة شرطية. أنا عاوز بقى أعمل لها عملية إطفاء وأرجعها تاني لأصلها، استجابة طبيعية، إنه بدل ما يتبول لا إراديا يتبول بالمرحاض. طبعا ده إحنا اتكلمنا عليه عند بافلو في حاجة اسمها الاشتراط المضاد، ان انت بتدور على مصير غير شرطي مرغوب فيه اللي هو المصير الطبيعي، وتربطه بالاستجابة الشرطية اللي هي الغير مرغوبة، تقوم يحصل هنا عملية تعديل الاستجابة الغير مرغوبة. ده اللي عمله مورجان، عمل ان الولد اول ما يتبول لا اراديا القماشة دي هتبل يوم الجرس يرن، فلما الجرس يرن يصح الطفل انه يكمل التبول بتاعه بالمرحاض. يبقى إذن الآن أنا بقى لو عملتها كذا مرة كل يوم بالشكل ده، هنا هتبدأ عملية التبول اللا إرادي تقل عند الطفل، مرة اتنين تلاتة بعد أسبوع هبدأ ليه إن هو بطل يعمل عملية التبول اللا إرادي. يبقى إذن أنا كده قدرت أعمل تعديل استجابة غير مرغوبة لدى الطفل اللي هي عملية التبول اللا إرادي. ده اللي اتكلم عليه مين؟ طفل. السؤال التاني معايا بيقول: سيكولوجية الثواب والعقاب يتبعها الكثير من الآباء والمعلمين في تقويم سلوك الأطفال، وتعتمد على العلاقة الارتباطية حيث ترتبط أفعال الطفل الإيجابية بالثواب والسلبية بالعقاب. تدل هذه السيكولوجية على التطبيقات التربوية لنظرية، طبعا برضو نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي. طيب إيه فائدة السؤال ده يا مستر؟ فايدة السؤال بالظبط ان انا عندي قانونين قدمهم لنا بافر، قانون اسمه قانون التدعيم وقانون تاني اسمه قانون الانطفاء. في قانون التدعيم بيقول ان عشان المثير الشرطي يجيب استجابة شرطية لازم ندعمه بالمثير الطبيعي عدة مرات. اذا انا لما بشوف ابني بيعمل حاجة حلوة وعاوز يكررها يبقى انا لازم اكافئه عليها. كون ان انت بتكافئه يبقى انت كده بتدعم عنده ان ده سلوك مرغوب لازم يكرره مرة تانية. اذا دي سيكولوجية الثواب. طب ولما يعمل سلوك غير مرغوب انا عاوز يبطله مش عاوز يعملها مرة تانية، او ما اعمل له عليه عملية عقاب، يوم العقاب ده يخليه يعرف ان ده سلوك غير مرغوب يوم ما يكرروش مرة تانية، يبقى كده حصل له عملية ايه؟ انطفاء. يبقى النظرية اللي اهتمت بسيكولوجية الثواب والعقاب هي نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ، فالطفل لما بيعمل سلوك إيجابي لازم نكافئه عليه، ولما يعمل سلوك سلبي لازم نعاقبه عليه. إذا أنا كده قدمت بالتدعيم وبالانطفاء الثواب والعقاب.
سؤال تاني بيقول لي: أحيانا تقع الأمهات في خطأ تربوي هام بأنها تؤجل الثواب لسلوك مرغوب إلى أن يأتي الأب من عمله، وكذلك قد تؤجل العقاب لسلوك غير مرغوب لحين عودة الأب من عمله. ماما غلطت إن أنت لما عملت حاجة حلوة ها ما كافئتكش في ساعتها، ولما عملت حاجة غلط برضه ما عاقبتكش في ساعتها. ده بيخالف أحد قوانين نظرية الاشتراط، وهو طبعا ده بيخالف على طول قانون التدعيم. يعني في قانون التدعيم احنا لازم نعمل مكافأة للسلوك في وقتها، يقوم الولد يفهم ان ده سلوك مرغوب فيكرر مرة تانية، ولازم نعاقب الولد في ساعتها يقوم يفهم ده سلوك غير مرغوب فبرضه يبتعد عنه. يبقى لازم التدعيم يكون يراعي الفاصل الزمني من تقديم المثير الشرطي ورا منه المثير الطبيعي. لو احنا راعينا الفاصل الزمني يبقى احنا كده قدرنا ندعم عند الولد الاستجابة المرغوبة ونعمل انتقال للاستجابة الغير مرغوبة. يبقى ده هنا بيخالف عملية التدعيم. نبدأ بقى معانا النظرية الجديدة، وهي النظرية التانية في تفسير التعلم، وهي نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ. النظرية التانية معانا بتقول، تنسب لواحد أمريكي اسمه إدوارد سورندايك. سورندايك في الوقت اللي كان بافلوف بيعمل فيه تجارب على الكلاب اللعاب، فتوصل إلى أن التعلم بيكون بالاشتراط، رد عليه الأمريكي إدوارد سورندايك وقال لأ، التعلم بيكون بالمحاولة والخطأ، أو تسمى أيضا التعلم بالانتقاء بالربط، الربط والانتقاء. طيب وجهة نظر سورندايك بقى ايه؟ ان احنا عشان نتعلم لازم نعمل اتاحة الفرصة امام الكائن الحي كي يختار من بين الاستجابات الممكنة. اتاحة الفرصة امام الكائن الحي كي يختار من بين الاستجابات الممكنة الاستجابة التي تحقق الهدف ثم التعزيز. نسمعها مرة تاني، وجهة نظر سرندايك: إتاحة الفرصة أمام الكائن الحي كي يختار من بين الاستجابات الممكنة الاستجابة التي تحقق الهدف ثم التعزيز. ده هو معنى كلمة الربط، معنى كلمة الانتقاء. طيب يعني ايه الكلام ده يا عم سرندايك؟ الراجل عشان يثبت ان احنا بنتعلم بالربط والانتقاء مش بالاشتراط عمل تجربة على القطط. تجربة زي ما انت شايف كده ببساطة: قفص محكم الغلق محبوس فيه قط جائع، القط مش هيعرف يخرج من القفص الا بطريقة معينة. ايه الطريقة ديت؟ انه لازم يجذب الحلقة اللي جوه قدام منه دي، يشد الحبل، يحرك السقاطة اللي على الباب، يوم الباب يتفتح، فلما يتفتح يخرج من القفص. وكان سرندايك حاطط بره القفص طبق أكل. تخيلت معايا التجربة؟ قط جائع محبوس في قفص ما يعرفش يخرج غير بطريقة معينة، وطبق الأكل بره القفص. وبدأ التجربة. أنك في البداية القط أظهر سلوك عشوائي. يعني إيه سلوك عشوائي يا مستر؟ يعني حاول يخرج من أي مكان في القفص، حاول يخرج نفسه، ما هو جعان عاوز ياكل، فحاول يخرج من أي مكان في القفص فمعرفش يخرج. فضل رايح جاي رايح جاي لحد ما إيده جت بالصدفة على الحلقة وسد الحلقة، قام الباب السقاطة اللي عليه اترفعت، الباب اتفتح. فلما خرج وقف على الباب شوية، بص يمين وشمال، لقى طبق الأكل، حط راسه في الطبق وقعد ياكل. إذن الآن كان ماسك له ساعة
وقعد يحسب له الوقت اللي هيخرج فيه. راح مكرر التجربة مرة تانية وتالتة ورابعة وعشرة. لاحظ سرونديك إن في كل مرة لما عدد المحاولات يزيد، الزمن اللي بيستغرقه الحيوان في الخروج من القفص بيقل. يعني لمعلوماتك، في المحاولة الأولى القط خرج، بس خرج بعد 3 دقايق ونص. 3 دقايق ونص عقبال ما القط خرج من القفص. إنما بعد 10 12 محاولة لقينا إن القط خرج بعد 10 ثواني. إذا ألاحظ كده إن مع تكرار عدد المحاولات الزمن اللي استغرقه الحيوان في الخروج من القفص بيقل. يبقى كده في ربط، إن لما عرف يخرج منين، لما عرف الإجابة الصحيحة منين، قدر إن هو يعمل نفس السلوك بس في فترة زمنية أقل. يعني في المحاولة الأولى خرج من القفص صدفة بعد 3 دقايق ونص. طب في المحاولة اللي بعد كده، بعد 20 محاولة، خرج في زمن أقل، تقريبا في 25 ثانية. يبقى إذا اللي عملتها في 3 دقايق ونص بقيت بعملها في 20 25 ثانية، يبقى كده الزمن أقل. طيب هو لما خرج مرة تانية خرج منين؟ خرج من أي مكان في القفص ولا خرج من الحبل والباب؟ يبقى الحيوان كده عمل استجابتين، استجابة فاشلة واستجابة ناجحة. الاستجابة الفاشلة إنه حاول يخرج من أي مكان في القفص معرفش. الاستجابة الناجحة إنه شد الحبل، الباب اتفتح فخرج وأكل. يبقى كده عمل كام استجابة؟ 2، واحدة ناجحة والتانية فاشلة. طيب عشان يتعلم بقى كرر الناجحة وما كررش الفاشلة. يبقى إذا كده هو عمل عملية إيه؟ ربط وانتقاء. ربط إن مش هيخرج من الباب إلا بالحبل، انتقاء إنه اختارها عشان يخرج بيها بدل السلوك العشوائي اللي كان بيعمله. إذا كنت عاوز تعلم حد استجابة معينة، خليه يعملها كذا مرة ويربط أنهي استجابة صح وأنهي استجابة هي اللي فاشلة. وكان بيستخدم الطعام بره القفص كنوع من التعزيز، كنوع من المكافأة، عشان يقوي الرابطة اللي بين المثير والاستجابة. ده هو التعلم اللي رد بيه سلوندايك على بافلوف، إن إحنا مش بنتعلم بالاشتراط، إحنا بنتعلم بالمحاولة والخطأ، يعني بالربط والانتقاء. بدأ بقى نقدم مجموعة من القوانين يفسر بيها النظرية. عندنا 3 قوانين. القانون الأولاني هو قانون التمرين، القانون الثاني هو قانون الأثر، القانون الثالث هو قانون الاستعداد. يبقى قدم سرونديك 3 قوانين عشان يفسر بيهم تعلم الحيوان. 1، وهو قانون التمرين. 2، قانون الأثر. 3، قانون الاستعداد. أول هذه القوانين هو قانون التمرين. بيقول فيه سرونديك ممارسة الارتباط بين المثير والاستجابة. إذا كنت عاوز تتعلم لازم تعمل ممارسة بين المثير والاستجابة. يعني ما ينفعش تتعلم من محاولة واحدة، لازم تتعلم من عدد كتير من المحاولات. يبقى أول قانون قدمه سرونديك إن التعلم ما ينفعش يحصل من مرة واحدة، التعلم لازم يحصل من عدة محاولات. وراح مقسم قانون التمرين إلى نمطين. 1، قانون يسمى بالاستعمال. 2، قانون يسمى بالإهمال. يبقى قدم قانونين، واحد اسمه الاستعمال والتاني اسمه الإهمال. ايه الفرق ما بين النمطين؟ في أول قانون هو قانون الاستعمال، بيقول إن كل ما عدد مرات الممارسة تزيد، كل ما الرابطة بين المثير والاستجابة تبقى قوية. يعني الحاجة اللي هنعملها كتير هتبقى الرابطة بينها وما بين تعلمها رابطة قوية. يعني الطالب اللي هيتدرب على حل الأسئلة ويعرف إجاباتها النموذجية كتير طول السنة،
هو ده الطالب اللي هيروح الامتحان يقدر يحصل تحصيل دراسي إيجابي. يبقى السؤال مثير، إجابتك استجابة. طب بما إنك عملتها كتير وعرفت إيه هي الإجابة الصحيحة، يوم لما يجيلك السؤال ده آخر السنة تعرف تحله. يبقى ليه عرفت تحله؟ لأنك اتدربت عليه قبل كده كتير، شفته قبل كده كتير، يبقى أنت كده حليته كتير، دي عدد مرات الممارسة. عرفت تحله آخر السنة، يبقى كده الرابطة بين السؤال والإجابة الصحيحة رابطة قوية. عكس منه بقى قانون الإهمال، إن لو عدت عليك فترة زمنية طويلة من غير مرات الممارسة، اعرف إن الرابطة بين المثير والاستجابة هتضعف. يبقى في الاستعمال نعملها كتير الرابطة تقوى، نبطل نعملها الرابطة تضعف. لو كانت الرابطة قوية بالممارسة يبقى الرابطة ضعيفة بعدم الممارسة. يبقى الطالب اللي طول السنة مش هيتدرب على الإجابات النموذجية للأسئلة، طبيعي جدا إنه هيروح امتحان آخر السنة تحصيله الدراسي تحصيل سلبي. يبقى في ولد عندي تحصيل الدراسي آخر السنة تحصيل إيجابي، وفي ولد تاني تحصيل الدراسي سلبي. إيه الفرق؟ في واحد اتدرب على الأسئلة وإجاباتها النموذجية كتير، في واحد تاني ما يعرفش إيه هي الإجابات النموذجية للأسئلة. يبقى ده أول هذه القانون، قانون التمرين. لو لاحظت إن هتلاقيه كده تتشابه مع بافلوف في قانون التدعيم وفي قانون الانطفاء. أما اختلافه بقى مع بافلوف فقدمه في قانون يسمى بقانون الأثر. هنا بينص هذا القانون على إيه؟ إن الرابطة بين المثير والاستجابة تقوى أو تضعف نتيجة لما يترتب على الاستجابة من الشعور بالارتياح أو الشعور بعدم الارتياح. ركز معايا تاني وصحصح فيها. احنا قلنا ان تقوى الرابطة بالمثير والاستجابة بالممارسة، وتضعف بالإيه؟ الإهمال. بيضيف بقى عليها احنا مش لازم نعملها كتير وبس، ده احنا لازم نعملها كتير ونشعر بعد منها بالارتياح، لأن شعورنا بالارتياح بعد منها هو اللي هيقوي الرابطة يعني عندنا. أما لو شعرنا بعدم الارتياح فده هيضعف الرابطة بين المثير والاستجابة. نقول مرة كمان ببساطة حضرتك، أقوى الرابطة لما حضرتك بتشعر بعد الاستجابة بالارتياح. يعني الاستجابة اللي انت عملتها ليه كررتها؟ قال لك اصل هي بتديني الشعور بالارتياح، فالشعور بالارتياح ده هو اللي خلاني اكررها مره تانية. طب افرض اديتك شعور بعدم الارتياح تقوم تخليك تبطل تعملها. يبقى ايه اختلافه كده عن القانون التمرين؟ في التمرين قال لك اعملها كتير تتعلمها، تبطل تعملها نسيتها. طب هنا قال لك بقى ايه؟ احنا بنعملها كتير لان الحاجة دي بتخلينا نشعر بالارتياح، فاحنا عشان كده قررناها تاني. طب لو اديتنا شعور بعدم الارتياح نقوم نبطل نعملها تاني، وطالما عملتها كتير تقوى الرابطة، بطلت تعملها تضعف الرابطة. لا، عيش معايا النهارده. مثال، احنا قلنا ان الطالب اللي هيتدرب كتير على حل الاسئله والاجابات النموذجيه هيروح الامتحان تحصيله الدراسي ايه؟ ايجابي. يوم لما يخرج من الامتحان يشعر بايه؟ لما جاوب الاجابات الصحيحه يشعر بايه؟ يشعر بالارتياح، ما هو مبسوط اهو، اتسال وجاوب. طيب هل هيروح يذاكر تاني؟ هيذاكر تاني ليه؟ لأن بعد ما ذاكر أول مرة شعر بالارتياح، يوم ده يخليه يكررها يذاكر تاني. على عكس الطالب بقى اللي ذاكر لكن ما حلش أسئلة كتير، فراح الامتحان معرفش يحل، يوم يخرج من الامتحان يشعر بإيه؟ بعدم الارتياح. طب طالما شعر بعدم الارتياح يوم يبطل يذاكر مرة تانية. يبقى انت هنا اتدربت على الاسئلة وحليت اسئلة كتيرة، ورحت الامتحان لقيت اسئلة تانية غير اللي انت متعود عليها، تقوم تخرج من الامتحان مبسوط ولا متضايق؟
متضايق. طب طالما اتضايقت قال لك يبطل يذاكر مرة تانية، يقول لك طب ما انا ذاكرت قبل كده وما عرفتش احل، اذاكر تاني ليه؟ يبقى وجهة نظر سوندايك احنا بنعمل الحاجة كتير لان الحاجة دي بتجيب لنا شعور بالارتياح، عشان كده احنا بنعملها، عشان كده بنتعلمها. انما الحاجة اللي بتجيب لنا شعور بعدم الارتياح احنا بنبعد عنها ما بنتعلمهاش. يبقى تقوى الرابطة نتيجة لما يترتب على الاستجابة من الشعور بالارتياح، أضعف الرابطة نتيجة لما يترتب على الاستجابة من الشعور بعدم الارتياح. يبقى في القانون الأولاني نعملها كتير نتعلمها، نبطل نعملها ننساها. في القانون الثاني بنعملها كتير عشان دي بتجيب لنا شعور بالارتياح، ما بنعملهاش كتير لأن دي حاجة بتجيب لنا شعور بعدم الارتياح. في القانون الثالث بيشرح القانون الثاني من الناحية الفسيولوجية، اسمه قانون الاستعداد، اسمه قانون التهيئ، وده بيصف قانون الأثر من الناحية الفسيولوجية. يعني من الناحية الفسيولوجية يعني من ناحية الوصلات العصبية، كل إنسان مننا عنده حاجة اسمها جهاز عصبي اللي هو المخ والخلايا العصبية بتاعت حضرتك. فسيولوجيا هو بيقول إن حالة الرضا أو حالة الضيق، حالة الارتياح أو حالة عدم الارتياح، ده متوقف على التهيئة الفسيولوجية بتاعت حضرتك. يعني إيه الكلام ده؟ كل واحد مننا عنده مخ وجهاز عصبي، عنده استعداد وعنده تهيئة إنه يتعلم استجابة معينة. فلو أنت عندك من الناحية الفسيولوجية استعداد لتعلمها هتتعلمها. يعني هل في حد فينا اتولد بيعرف يكتب؟ لا. طب لو انا حاولت اعلمك الكتابه قبل سن 5 سنين مش هتتعلمها، لان جهازك العصبي ما عندوش استعداد انه يستقبل ويمسك القلم ويضغط ويكتب حرف من فوق لتحت ويكتب من الشمال لليمين او من اليمين للشمال او من تحت لفوق الا في سن السادسه. طب لما وصلت سن 6 سنين كده بقيت مهيأ فسيولوجيا لتعلم الكتابه، تقوم تقدر تتعلم الكتابه. مش حد فينا يتولد بيعرف يقف ويمشي. لو حاولنا نعلمك المشي قبل سن سنة ممكن نجيب لك تقوس في رجليك. طب ليه قدرت تستجيب وتتعلم المشي عند سن سنة؟ لأن جهازك الإرادي وجهازك العضلي والحركي والعصبي بقى مهيأ، عنده استعداد إن هو يتعلم الوقوف والمشي. فلما علمناك المشي والوقوف استجبت معانا للتعلم. يبقى إذن الآن ما ينفعش نعلم حد حاجة إلا لما يكون هو مهيأ ومستعد ليه لتعلم. وشرح لنا القانون ده بثلاث حالات، ثلاث ظروف يشعر فيها الفرد بحالة الرضا أو الضيق. حضرتك جاي من بيتك مذاكر، هل كده أنت مهيأ للإجابة على سؤال المدرس؟ آه، طالما جاي مذاكر. قام المستر نادى عليك وسألك هتعرف تجاوب؟ اه، او اشعر بالرضا والارتياح. ليه؟ لان انا جاي من بيتي اصلا مذاكر، وطالما جاي من بيتك مذاكر يبقى انت كده قادر على الاجابة على السؤال. يبقى اذا كنت جاي من بيتك مهيأ لاصدار الاستجابة وظهر لك المثير يطلب منك الاستجابة، هل هتقدر تديها له؟ اه، هقدر اديها له. طب بما انك قدرت تديها له يبقى تقوم تشعر بعد منها بالرضا والارتياح. تقوم كل مره بعد كده لما نقول ان احنا هنسالك تيجي مذاكر من البيت عشان انت المره اللي فاتت مشيت تشعر بالرضا والارتياح. دي حاله. الحاله الثانيه، واحد منكم جاي من البيت مذاكر، اذا هو مهيأ انه لو اتسال يعرف يجاوب. اه، ولكن للأسف اتسأل سؤال تاني، اتسأل سؤال تاني معرفش يجاوب مع إنه جاي من البيت ومذاكر، يقوم يشعر بالضيق وعدم الارتياح. هو اتدرب على حل أسئلة في البيت، فوجئ إن المدرس بيسأله سؤال تاني غير اللي شافه قبل كده، يقوم بقى يمشي مبسوط ولا يمشي متضايق؟ يقوم يمشي متضايق. وطالما شعر بالضيق وعدم الارتياح يقوم يبطل يذاكر مرة تانية. خلاص، ما أنا كل مرة بذاكر ما بعرفش أجاوب، لا مش مذاكر تاني. يبقى كده إما تشعر بالارتياح وإما تشعر بعدم الارتياح. الحالة التالتة بقى
ان انت جاي اصلا مش مذاكر، ولقيت المستر بينده عليك وبيجبرك على انك تجاوب. اذا انت جاي من البيت مش مهيئ لايه؟ للاجابه. وانا كمدرس اجبرتك على انك تجاوب، تقوم تبقى مبسوط ولا متضايق؟ اكيد طبعا تبقى متضايق. وطالما هتشعر بالضيقه يبقى انت هنا كده برضه مش هتكررها مره تانية، خلاص مش هذاكر مره تانية. يبقى انا عندي كده كام حاله؟ ثلاثه. الحاله الاولى ان انا جاي مهيئ للاستجابه، ظهر لي المثير اشعر بالرضا والارتياح. الحاله الثانيه جاي من بيتي مهيئ للاستجابه، ما ظهر ليش المثير او ما اشعر بالضيق وعدم الارتياح. الحاله الثالثه مش مهيئ للاستجابه وحد اجبرني على اصدارها او ما اشعر بالضيق وعدم الارتياح. يبقى انت مروح جعان، لقيت الاكل اللي انت بتحبه، تقوم تشعر بالرضا والارتياح. طيب مروح جعان ما لقيتش اكل، تقوم تشعر بالضيق وعدم الارتياح. طيب انت اصلا ها مش جعان، والطلب منك تقوم تعمل حاجة بالإجبار، قوم جهزي لي أكل. طب أنا مش جعان أجهز لك أكل؟ لما تقوم تجهز لنفسك، طب أنا أجبرتك تقوم تجهز لي أكل، تقوم تشعر بالضيق وعدم الارتياح. يبقى إحنا عندنا ثلاث قوانين بيفسروا عملية التعلم بالربط والانتقاء: التمرين والاستعداد والأثر. طيب أهمية النظرية تربويا، يعني أهم تطبيقاتها التربوية اللي نقدر نستفيد منها في الحياة العملية. أول هذه التطبيقات هي استثارة دافعية المتعلمين عن طريق اشتراكهم في اختيار أنشطة التعلم، وده بيخلي بيئة التعلم بيئة مثيرة وجذابة. إذا أنا طلبت منكم تعملوا بحث تكليف عن مين هو سرندايك، وقلت لكم أنت حر، عاوز تجيب من على الإنترنت هات، عاوز تجيب من المكتبة هات، أنا كده أجبرتك إنك تعمل البحث من مكان معين، ولا سبت لك حرية الاختيار تعمل اللي أنت عاوزه؟ تمام، كده سبت لك حرية الاختيار. اللي بيحب يجيب من على النت هيجيب، واللي بيحب يجيب من الكتاب في المكتبة هيجيب. إذا كل واحد منكم كده وهو بيعمل البحث بتاعه هيستمتع بالمادة اللي بيجمعها، على عكس بقى لما أقول لكم أنا عاوزه من كتاب في المكتبة وعلى الله حد يجيب لي من على الإنترنت. كده أنا أجبرتكم على إنكم تدوني الاستجابة من مكان واحد، ما سبتلكمش حرية الاختيار. يبقى لما نجبر الطالب على نشاط يتعلم بيه، ده كده بيخلي الولد مش مهيأ لتعلم النشاط. طب لما نسيب الحرية في الاختيار للطالب ان هو اللي يختار النشاط اللي يتعلم بيه، يبقى انا كده ها استثارت دوافعه واستثارت ميوله لانه يختار النشاط اللي يحب يتعلم بيه. نمرة اتنين، اعرف كويس اسف اعرف كويس جدا ان الممارسة هي اساس عملية التعلم. إذا كنت عاوز تتعلم تعزف على آلة موسيقية، خدها قاعدة، ما ينفعش تتعلم تعزف على آلة موسيقية من محاولة واحدة، لازم تعمل أكبر عدد من المحاولات علشان تقدر إن أنت تتعلم. يبقى اتفقنا على إن اللي عاوز يتعلم حاجة ما ينفعش يعملها من مرة واحدة، لازم يعملها ها أكبر عدد من المرات. ليه؟ لأن كل ما تعملها كتير هتقوى الرابطة اللي ما بين المثير والاستجابة. ثلاثة، التكرار والتدعيم حاجة ضرورية مهمة جدا في تعلم المهارات الحركية والمهارات اليدوية واللفظية والعقلية. أي مهارة عاوز تتعلمها لازم تكون قايمة على التكرار وقايمة على التدعيم، لأن ده هيربط ما بين المثير والاستجابة. يعني لو أنا كنت مدرب للعبة رياضية وعاوز أعلم اللاعبين إزاي يؤدوا الحركات، لازم على الأقل 3 مرات في الأسبوع أقول لهم يا أولادنا التمرين بتاعنا سبت اتنين أربع. يبقى أنا كده
بدربه على أداء المهارة 3 مرات في الأسبوع. طيب وهو بقى بيتعلمها أبدأ إن أنا أشجعه، يعني في أول مرة ما عملهاش صح أحفزه أقول له ولا يهمك حاول مرة تانية، أسقف له. يبقى أنا كده بديله تكرار وبديله تدعيم في نفس الوقت، زي بالظبط لما كنتم بتحفظوا جدول الضرب وانتوا صغيرين في ابتدائي. كنا حفظناه من مرة واحدة ولا كذا مرة؟ من كذا مرة، وكانت ماما بتشجع لك وبتسقفك وتجيب لك حاجة حلوة وبتبوسك على خدك علشان خاطر ها تحفزك وتدعمك على تعلم. يبقى اللي عاوز يحفظ نشيد ده في العربي، عاوز يحفظ جدول الضرب في الرياضة، عاوز يحفظ مفهوم في الدراسات أو العلوم، لازم يكررها كتير ولازم ندعمه ونشجعها إن هو من أول رابطة بين المسير والاستجابة. رابع التطبيقات والأخيرة وهي إن التهيئة والتمهيد للدرس خطوة أساسية بتساعد الطلاب في فهم واستيعاب الشرح. يعني المدرس لما يجي يبدأ حصته مع الطالب لازم قبل ما يخش في الدرس يعمل عملية تهيئة للطلاب، وليكن مثلا أديهم سؤال تحضيري في نهاية الحصة السابقة، يعني بعد ما شرحت الدرس أديهم سؤال يا جماعة حضروا الحصة اللي جاية. يبقى الولد جاي ياخد الدرس هنا، ياخد الحصة الجديدة وهو مهيأ ليها قبل ما ياخدها، يعني عارف عنها معلومات. دي تساعده أكتر في عملية الفهم والاستيعاب. أو إن أنا أبدأ الحصة بتاعتي مع الطلبة بدل ما أخش بالعنوان أخليهم هما من خلال قصة، من خلال موضوع، من خلال صورة، هما اللي يستنتجوا موضوع الدرس. يوم كده يحصل عندهم استعداد وتهيؤ لأن هما يسمعوا الشرح، فده يخليهم مهيئين للفهم وعملية الاستيعاب. يبقى عندنا 4 تطبيقات تربوية. ال4 تطبيقات ان انا بخلي الطالب يختار النوع اللي عاوز يتعلم بيه، نمرة 2 لازم افهمه انك لازم تعملها كتير، نمرة 3 لازم تربط المثير بالاستجابة بالتكرار والتدعيم كتير، 4 قبل ما تتعلم حاجة انت لازم تكون مهيأ لتعلمها، لان تهيئتك لتعلمها هتفيدك جدا في الفهم والاستيعاب. دي كانت أهم التطبيقات التربوية لتاني نظرية معانا من نظريات التعلم اللي ظهرت مع مطلع القرن 20، وهي نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ أي الربط والانتقاء، تنسب للعالم الأمريكي سورندايك اللي قال إن اللي عاوز يتعلم حاجة لازم نتيح الفرصة أمامه لأنه يختار من بين الاستجابات الممكنة الاستجابة اللي هتوصله للهدف بعد ما يكون عمل عدة محاولات. أشكركم على حسن استماعكم. كان معكم محمد السيد معلم خبير علم النفس بالإسماعيلية، وإلى حلقات أخرى إن شاء الله.